ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أنا قايل لهم يسوي لي ويك أب كول 7:30، فبدال ما أنش على اتصالهم لقطوني أترياهم يتصلون أترياهم يتصلون حق أرد عليهم، يعني واعي قبل ما يتصلون. هاي طبيعتي، بالأخص إن قلت لهم ويك أب كول يوعوني على أساس يعني هم اللي يوعوني. لقطوني أترياهم متى يتصلون حق أرد على التليفون، وارد ارقد من عقب ما يوعوني. فلذلك اقولهم ويك اب كول مرتين ورا بعض، الحين 7:30 وخمس دقائق وردوا اتصلوا مره ثانيه. هي لك انا شبعانين ارقاد راقدين بحمل الوقت 11 ونص. هي والله رقدنا رقده زينه. هقول لكم ان القوارب اللي تحت هذه تشوفونهن هاي مثل الفندق عباره، يسير ويحوط الدنيا هاي كلها. هذا بمبات في واحد شرات اللي كان من الكبار، كبرها أظن يمكن بعشر مرات. فبني الباخرة هاي اللي شرات هاي اللي قلت لكم من الكبار عادة بنيها يوم الأربعاء العصر أو الظهر، وبنقيل وبنمسي فيها وبتحوط الدنيا هاي كلها، بتخطف كير اللي تلف الدنيا كلها. يوم الخميس الساعة 10 بنسوي منها تشيك أوت وبنسير جدا المستشفى اللي خبرتكم عنه. هي اللي جاي أنا مخصوص علشان أخبركم عنه وارويكم شو فيه شو ما فيه. هو عمره أكثر عن عشرات السنين، يعني من أقدم وأفخم وأخير وأكفأ الدكاترة فيه يوجدون موجودين في كيرلا، يعالجون كل الأعواق يعني المعالجة الله. فأنا جاي ألقي نظرة إن شاء الله بنسوي فحوصات على صلاح، بنسوي فحوصات وشرق وغرب يعني، وبنسير فحوصات اليوم الواحد يعني يسمونها، وبنشيك وإن شاء الله الأمور طيبة نحن وغيرنا. ومعروف المكان أكثر من 20-30 سنة هالمكان هذا، لكن نحن جايين حي وحاي وبيع مسابح. قلنا في آخر يوم إن شاء الله بنسير نطالع المكان هذا وبنتفرج ونعيم من الله خير، وبنوافيكم بكل المستجدات. هذا حين أبوي شاري أنا ذاهب من البارحة، بنلجم الدلة وبننزل تحت أنا والشباب وبنرمس خلاف. انت متى الحين ارمس وياك؟ عزة الله ابوي ما خلصت. يلا تجتمع كل العطورات، ما يعيض شيء فيك انت يهتمين في الدار، في الغربه، عند هلك، عند فريجك، وبالاخص هذا مال فالنتاين اللي هو رويال سفاير. هذا ينزل بس لفتره محدوده اللي هي هالايام لين يوم الجمعه الجاي. رويال سفاير ينطلب اونلاين. صديقك وين ما تصير، عطر مميز ريحته تروق، تستعملها في النهار ولا في المساء على هواك، شيء مميز وفنان، ريحه فنينه وبارده، شيء من روايح تي ريحته عتره. يا اخي رويال سفاير اللي هو هذا مال فالنتاين مال عيد الحب. عيد الحب ما بلازم انت تسوي العيد عيد هذا، لا، ما حد ابوي ما يحب، ونحن ايامنا كلها اعياد ونحب الزين ونحب العدل، وتحب اخوك، تحب ابوك، تحب امك، تحب خالك، عمك، صاحب الصديق، مش غلط انك انت تطلب وتهدي. ان هديت ولانها هدية يملة وشي جميل وفنان وفخم، وان شليت ولان شي تتيمل به كتحفة تروم تاليبها وتتخقق بها في كل على كل التسريحات. ويوم بتبطل يلا من فضلك، ولان ابوي تلقط بغيت اسمك، بغيت رسمك، بغيت اللي تبغى. ثمين رويال سفاير كل سنة ينزل ليمتد اديشن، مش موجود إلا في مراكز التسوق الخاصة فيهم في أوروبا، يعني عندكم ما أظني في ألمانيا في ديزلدورف وفي ميونخ، أعتقد شيء في أمريكا وفي لندن، ترى في سيلفريدج، في سيلفريدج في كل دور لهم موقع ما شاء الله عليهم. لو ابتدوا في موقع واحد وحينه تمام، مواقع موجودات في كل دور فيك انت يا سيلفريدج.
فينطلب أونلاين، بحط لكم الرابط. شناط وزاهبات إبراهيم زاهب سامانك؟ إيه الحمد لله. صلاح؟ عد الريول، كل حد يقول الريول صلاح دومها محتاسة. أكرف أنت دواركا ريدي سامانك؟ يلا صلاح راقد أنت لو واعي. لا شاحينة. وين صاحي مغمض عيونك؟ وين؟ أنت فاتح ذيبك حينة؟ أيوة صاحي. لما يعان. أيوة. إبراهيم ليش أنت زعلان من صلاح؟ زعلان من صلاح لأن أمس ما يباني أشوف تلفونه، والحين يتمسكن حق الحلاق حبيبي حبيبي وحبيبي نروح في قطار ولا في سيارة. ميلون. هذا ميلون. بعد ميلون ها؟ هذا هو اللي بيوديك الحلاق. وين حلال؟ هناك حوي بنسير. لا ما بودي خلاص، أنت ود أبو محمد. لا صراحة حرام خلاص ما أوديك. يلا دوارك. يس. يلا بسم الله توكلنا على الله. وهي دلتنا أبوي ملقمة. وين سايرة دوارك؟ وينك يا صلاح؟ اصبر اصبر شوي دقيقة. اتحملت تلم الفنايل. يلا صلاح يلا يلا شلو يلا على هالمنوال. كل طالع شمس نفس الحلقة ونفس البرنامج. صلاح good morning. thank you how are you. ما زي للمكان مرتب وفنان مطبخ فندق جميل على فكرة، من أجمل وأخير فنادق اللي في كيرلا. فندق جميل يستاهل عنوة، من أجمل الفنادق وأرقاها. تقدرون تدخلون على النت تشوفون فندق جراند حياة، يعني إنه ما شاء الله عليه مميز في كل شيء، أكل شرب نظافة مستوى وايد عالي ويستاهل. What's that? It is Vada. Vada. Lendil Donut. زين يلا لهم. أكيد إنه ما في أغنى ولا أثرى من المطابخ الهندية. المطابخ الهندية فيها أشياء لا تعد ولا تحصى، مستحيل أي إنسان يقدر يجرد أو يصور أو يذكر فقط في 100 سناب محتويات المطابخ الهندية. فلذلك أكثرها انتشارا في الكون هي المطابخ الكندية. الكندية كندية يا عثرتنا، يظهروا لي الكنود عاد حينه. ليش تطري وليش؟ اي والله بعرف، حتى الكنود ما شاء الله عليهم شاطرين في كل شيء. مورنينج سو بيحطونا من كل شيء، قلناهم شوي 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 لان اساس انه ما نكثر او ما يفوتنا شيء، ما يفوتنا شيء يعني. شو حتى وعيانهم تختلف، تاوات القلاي وكل شيء يختلف عن كل بلد. بلد عريق، بلد كل شيء عندهم ولايتي هيفي ديوتي. شوف هاي تاوة حي مال مقلع، شوف ايش قايل غزرها وقوها وصفر نفرين ما يشلونها. لو تضربها بخمرة كافر اسلم. اي نعم هالسمبر هذا عاد اهم شيء للدوسة، هذا اللي خبرتكم عنه. وشيء هذا ما تبدا لسه منت، هذا كريانتل كتري بريم بريم كني. والله يا ابوكم يعني يوم شفته هناك في الجدر شارت العيش المبغر، وكان يوم حط حينه وطعمته. والله تمنيتكم كلكم عدالي تطعمون منه. All mix of yesterday's rice. Uh-huh. Fermented rice. You mix this fermented rice in this. Uh-huh. This is a tempered yogurt. Hey. Tempered yogurt. You add small spoon of tempered yogurt to it. Hey. And this is dry coconut chutney. Dry one. Dry coconut chutney. Chutney with small chilies on top. And zed. That's it. That's it? That's it. Yeah, both. You need to mix it. Have it. Very healthy. يا جماعة الخير والله يا ابوكم الطعم اللي فيه ما في شيء. ما هان علي عاد حد، انتم عاد احرار سمعتوا اسم ترمون تدخلون على النت وتشيكون كيف طريقة خدمته. يا ابوكم شيء غير نمونه.
دقرين وين وات از ات كورياندر تشتني سير كورياندر تشتني هذا بعمل تشتني اللي غير المونه كوكونت بلندر توجذر كورياندر ليفز اند كوكونت جريتد كوكونت بلندر فريش كوكونت اور فريش كوكونت جريتد كوكونت فريش جريتد كوكونت اند تمبر ويز تمبري اون توب اي والله تبع خبره خبوس على ولا خبوس يو نو وات هي نيد بريد بريد ايوه بريد يلا ثانك يو يلا تعرف انجليزي ما شاء الله صلاح إيه؟ كيف وين تعلم انجليزي ابراهيم بارك الله يا صلاح دقيقه واحده زي بي زي بصور هناك المكان يسوون كرك روحهم هاي عدا الدوساح كانها في اوروبا ولا في الهند لا بد ولا اعذر منها انا اعشقها فهذا سمبر مال الدوسة شيء طبيعي داخلها بويه علي واللم والخضرة مالتها هذه هي طريقتها بهالنمونة الخبزة هاي من طحين العيش يوجد في كل المطاعم الهندية لكن يفضل انك تأخذ من اماكن سبيشالست عندهم الدوسة في لندن موجود في السيلفرد حتى في الدور الاخير وين المطاعم من توصل تقول ابغي دوسة في مطعم اجمل من يسويها في لندن هم في سيلفرج في الدور الاخير مطبخ هندي يخدمون الدوسة له عده افرع في لندن يعني سيد ابراهيم تتكلمنا منها نعم. في المطعم اللي برا اللي برا طول هالفتره اللي احنا دورنا ساعتين اللي حصلنا مطعم طلع لهم الفرع الرئيسي نحلينا لكن الفرع ثاني في سيلفرج الدور الرابع يوم بتصيرون طلبوا دوسة وماله السوس طلبوا سمبر طلبوا سبايسي وايد بيكون لذيذ شو هذا حلوه الدس اوبوما ميد اوف راوا وذ كاشيو نت اند كاريت ان ات يو هاف ذا كومبينيشن الونج وذ كوكونت تشتني لوكوس دي ايت ات لايك ذات يس ميكس ات وذ اوبوما سمول ديب تيك ا سبون اند انجوي ذا اوبوما وذ ذا كوكونت تشتني ثانك يو والله ثانك يو يا جماعه الخير يعني شيء لا صار ولا سوى هاي الحين خشوقة الثانية بستعملها يجيب لنا من كل شيء شوي 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 فكل دقيقة يهضل لك شيء هذا حينه هذا روحه غرام وهذا عذاب وهذاك الموت وهناك عاد الدنيا والدين إبراهيم ليش ما تبى تطعم بس إبراهيم يبي ياكل اللي يعرفه اللي ما يعرفه ما يبي ياكل ترى الأكل ثقافات اي بلد تصير لازم تطعم اكلهم كيف واكلهم شو اذا الشيء غريب بالاخر شو الحين انا هاي الاشياء من سنين اعرفها لكن ما جربتها استغرب من طعمها يعني اقول في خاطري ما بيوزني لكن طلع يا ابوكم العذاب اللي في الدنيا كله موجود فيها والله يا ابو اقول في خاطري كيف ياكلون هذا من يروم ياكله طلع والله يا ابو ندمت اني طول حياتي ما طعمته ندمت تندمت شو تبع؟ الله أكبر أنت ما تبع ما يبى ونه الله أكبر أنا شفت الضحكة عرفت استعيب من اللي يصير يسافر من بلاد بلاد سافر والله من الإمارات سار وين سار إيطاليا والله بروح أكل في مطعم خليجي كيف سار إيطاليا دور مطعم عربي ليش يلك كان يلس بلادك أبوي حتى لو ما تعرف سر جرب طالع بتعرف الدنيا كلها. Okay. So I have added some ghee and the gunpowder that is powdered lentils on top. You can have it with the sambar and this is the local style banana. You won't get it anyways. It is steamed banana. Steamed. Steamed banana. How could I eat it? You can just remove the skin and eat it like that and you can have the idli with the sambar. Okay. والله العظيم أنت very strange guy. Thank you. بي صاصرني ما اسمعك اريد كوفي منو ابو الدهوى ها كوفي خبر هذا وعدالك كوفي ايوه شلكم انتم خليتم بوي ابوي هاي رقم ثلاثة اللي استعمل هذا اللي قلت لكم الساعه اسوي الخلطه من هناك هاي الجره اللي هناك البرمه هايج ما ادري شو خلطوا عيبني ثالث طاس الحين خليه يسوونها ما هو عايبني بس بخليه يخبركم شو عباره عن شو واتس انسايد ات ناو فيرمنتد رايس اند تمبرد يوغرت
and dried coconut chutney. Hey. They use it in the morning? They soak it overnight. Overnight they keep the rice, add the yogurt with salt, chili, keep it in the night, and they make the fresh tempered yogurt in the morning. So it is everything separate. Subhanallah. We need to make it yourself. Mix it, the tempered yogurt, the dry coconut chutney. Hey, wallah. Thank you very much. Thank you. Salah, salah, salah. Thank you, thank you. Salah, شو بلاء أسد؟ لا على وجهه. إيه. أدري أدري ما أدري ما أدري أسد شو بلاء؟ عمر زين. منو؟ أبو. دوارك زينة وأسد؟ أسد ما أعرف. يقول لك أسد he don't know anything. شكرا واجد سلوى وعمر حبيبي حبيبي thank you thank you ها صلاح نفنش أسد؟ لا خلي بيت. Hey, Barka. Yes, sir. You know your now your name from where coming? From India. Told her her name. Dwarka. Yeah. Hada. So, Wahid Kasar Kabir. Oh. Ki awal zaman fi Hindus hada fi diyana mal Hindus. Hey. Sabi Wahid Kasar. Ismu ha Dwarka. Hada yusamma alkin Wahid Safina Kabir maujud kina. Hey. Hada matam. Hada ismu ha Dwarka. You understand? يا فرحت والله إبراهيم ترى صدق والله اسم دواركا خشب من خشب الكبار الولايتيات الأوليات الهنديات والله وتي لين صور تي لين دبي تي لين توصل البحرين تظهر من 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 كيرلا ها؟ Because you are دواركا No, that's one Dwarka will come and be. You was big, man. Sulaimani. Hada. Black tea made with slight bit of sugar. Uh-huh. Cardamom, cloves, and cinnamon, with topped with lime and mandarin. My, all this, what they call it? Tea Sulaimani. Sulaimani tea. Hada, you have to look. Shai Sulaimani Atrun Hada. Come, please. One more. What? Say it. What is it? It's Sulaimani tea, black tea, with cinnamon. Cinnamon? Cinnamon. Huh. Cinnamon, cardamom, cloves, and topped with lime and mint. Sugar. Sugar slight. لا ترون انت. آه. شو رايك في هالفندق؟ شو شعورك وانت تودع الناس الطيبين؟ والله شعور لا توصف. لا توصف؟ حلو. اي. روعة. اي نعم. ناس ونعم فيهم وانا اقول في السناب يعني ونعم فيهم وعليهم كلام وفي من كل النواحي. اي والله واكلهم ممتاز. نعم. معاملتهم طيبة ومحترمة. اي والله ومحترمين لأبعد حدود. اي والله يخدمونك بعيونهم. اي والله. بالرغم انه اغلب 99% منهم فئة مثقفة. ودارسين ومتدينين وخايفين من الله وشاطرين من أروع ما يكون ويوم بتجاب له لأنه تشوف الصغارة في النفس اللي في الدنيا كلها فيه مش محتايل لك هو موظف وبخير وسهالة في بلاده معزز مكرم لكن تربية تربية ونشأتهم صالحة فمتربين على احترام الشخص الآخر والابتسامة ما تفارقوا هي والله بارك الله فيك شكرا صح ها صلاح أوكي هو يخلي حد يقبضه والله العند اللي في الدنيا كله فيه اي 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 فك ضبعه هاي الضبعه ما تحتاج يلا دوارك محمد ايوه السلام عليكم ابو محمد هي نحن الحين نروح الى مونار في نفس طريقه ما الاول انا اجي الى طريق المطار هي بعدين روح اسمه علوة هذا منطقة مونار مونار أول روح علوة طريق إلى بيرمباور بعدين هذا طريق روح إلى مونار هذا مونار هذا مشهور هذا محطة من الجبال اليوم إحنا وينهم الحين في هذا سوي واحد بوكينج من الفندق هذا تشانديز 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 هوتيل ايوه مونار مونار في داخل مونار تشانديز هوتيل ايوه This is good hotel
شاء الله هذا رقم واحد هوتل هذا. محمد أيوة. كم ساعة مني لمنار؟ ثلاث ساعة. ليش ثلاث ساعة؟ 140 كيلو من كوتشي إلى مونار في موجود، ولكن هذا مونار منطقة في فوق الجبل. هي. لازم رك دور هذا كان جبل. هي. وصل هناك داخل ما في سيدا. بنجلس اليوم بكرة. أيوة. تو نايت. اليوم بالليل بكرة بالليل في مونار في موجود. وين بنروح اليوم؟ اليوم إن شاء الله سيدا رك فندق، بعدين قريب في مكان مال الفندق رك شوي مكان مال زيارة. شو زيارة؟ زيارة مال حدائق الشاي. بعدين جبال هذا، بعدين حيوانات ان شاء الله بنشوف. وبعد بكره ان شاء الله اسمه واحد مال كاندلو، هذا مهم مشان حدائق مال الفواكه مال الخضره. ان شاء الله بسافر بكره ان شاء الله. شكرا. عفوا. بعد بكره ان شاء الله نحن نرجع الى الفي، هذا اسمه هذا مناطق مال الكوارب مال بخيرات هذا. ألبي أيوه. إنزين. هذا داخل هاوس بورد هذا. إنزين. البيت مال داخل كوارب. هي. سكن في داخل واحد ليل داخل كوارب إن شاء الله. ليش؟ عشان تتجول بالداخل نهر إن شاء الله. هذا زين. حلو زيادة. حلو زيادة. أيوه. دواركا. Yes sir. Okay. Okay الحمد لله. يلا. Everything is good. Good. جاهز أنت؟ جاهز جود؟ ايه. شو ما شاء الله وين ما تصير المسايد؟ وين ما تصير المسايد تبارك الرحمن. شو ما شاء الله. مطار كوتشين اللي نحن نزلنا منه، شو هالالواح الطاقة الشمسية، كل المطار محمد؟ بيستعملوا بطاقة الشمسية هذا. كل المطار؟ ايوه كهرباء كامل من المطار بطاقة الشمسية. only this يمكن بس هاي الوحيد في العالم. ايوه داخل انديا كامل. هي. هذا مطار يمشي هذا بطاقة الشمسية. good good كل التمثيل انت good بس وقف الموضوع بس هي شو هي بتكمل. انا قاعد اسمع الشر. اللي تسمعوه جاك فرود هذا جاك فرود ها شوفوا هذا مدلي بوي من امهاته. ها هذا جاك فروته. شو ما شاء الله. طبعا خطرنا بوي. ما هان علي خطف من غير ما اخذ منه. اكبر الحجم. بقى. يلا. هاري بخير؟ كيف حالك انت؟ الحمد لله. مدام وين جاك فروت؟ انا في معلم عربي. كيف؟ يعني طلعت سنة شغل سعودية مسقط كويت. ما شاء الله. تعالي شو اسمك؟ انت شو اسمك؟ انا اسمي مريم. وانا اسمي خالد. خالد. ايه من ابوظبي. ابوظبي. ايه. انا في 13 سنة شغل. وين؟ في تبانة في معجوز تبانة انا سوق. ما انت إيه انت انت. ايه معلم انا انت كيف فارق؟ انا رقم واحد. طويلي. يلا. كل توبتي لا اصقر عندها رمسة هالمسكت. ود نيم مريم شو اسم هذا؟ شو نيم؟ هذا ايه نيم بابلوس. بابلوس. نزلك احنا يريد من هذا نبغي من هذا شكا شكا احنا يريد من هذا. هذا شكا 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 غير عن هذا؟ هذا كبيرة وين صغيرة؟ ودوت نيت كبيرة مريم وين صغيرة؟ هذا صغيرة. هي هذا كبيرة. نبغي صغيرة احنا. صغيرة بس. هي هذا كبيرة دلي. يلا عطينا شوي باقي جسمي. ودي فور فر فور نفر مسكين. يلا. شيء مدام؟ هنا؟ لا ما في مدام. مدام داخل ابو ظبي. ابو ظبي. هي اسمها ام محمد. محمد. ام محمد. ام محمد. هذه كم بيبي في عندك؟ انا ثلاثة بيبي. ثلاثة بيبي؟ ثلاثة اثنين واحد بنتي. ما شاء الله عليك. انا صاروسة. بعد. انت في ريال الحين ولا ما في ريال؟ مريم. يو هاف هازبند ناو؟ ها مريم؟ مريم. يا ربي تكونت مريم. او مريم. يو هاف هازبند ناو ولا ما هازبند؟ هازبند ماي. موت؟ انا 14 سنة اموت من اول.
دفع ما يقدر ياخذ يا رجال جديد نيو هازبند هازبند هوتل جايا هذا بنت شو يعني هذا لا هذا هازبندي عليا عليك ماشي في دوارنا لو يا برضه نقول 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 يا ربي مريم we are in a hurry يا مدام ما ادري شو سويت شو تقول هذا واهي مسمرة ها ما في مسمرة ها not good هذا ما في كله زيادة ما بحلو اضطرت تلبوي كلهن لو اللي من داخل هلون اصفر هي الحلوة هذا راعي الذمة فقيرة طالع اللي من داخلها أصفر هي الزينة ما بقى في زين خلاص مدام نوني not good مدام ما في مشكلة ما في مشكلة thank you very much thank you حبيبي مريم هاي هاي عزتنا صغيرونة هي اللي طلعت حلوه والباجات هذه الكبار كلها ما بزينات يلا مريم يلا مريم عاد وي نيد تو جو يلا قوي العفاري مريم هاو اولد ار يو كم سنه كم سنه ايه. انا ترى 54 لا 60 60 شو 60 60 65 65 ايوه 65 ايوه نمبر 1 يروح ابوي بتقطعها ما شاء الله عليها شكرا يا مريم شكرا يا مريم ثانك يو فيري ماتش شكرا شكرا مريم يا ربي نو مريم يا ربي من ها اقولكم ما شاء الله عليك اوكي ايه فن خطت فنية كله حق دوارك غرب الله دوارك هي متحل متهلعة عليه يوم صورناها بالشيرة قالت وقفوا ثاني مرة مدام بيدي اكتاكي لتال ها؟ ثاني مرة مدام جيبي مدام جيبي؟ حش علي يا ابو جماعه حلو مكان حلو مكان زين ما في مشكلة يلا سمعتي المدام تقول لي ثاني مرة تعالي ثاني مرة تعالي ايه كل هذا خل ودر انت هذا اللي ينكل هذا اللي ينكل اصفر الاصفر وهذا الابيض ينعق هذه يعقونه هذا اللي ينكل هذا اللي ينكل فقط الاصفر والابيض هذا ينعق شكر ريت هذا ما ابالغ يوم اقول لكم شكر ريت ابعص الله مكمك برحى لكن الشكر شوف يا عتا شوف هذا من عقب مكدة تبوي السعودية وعمان وما ادري وين قالت بعد ضمت واشتغلت وين هذا تبوي هالمزرعة هاي مزرعته شوف كم اكبرها فاتح ابوي هاد كيكين تبي هذا تشوفونه ما ادري والله لها اسم هذا هاي كلها فاكهة من فواكه لا مال خضرة شيء ما فاكهة خضرة وها هذا نوع ثاني شو بقولكم اشي غريبة عجيبة عندها وتبيع حداد حنبة خضر وبصل ولوبيا وزارع فقير وترزق له والريل بوي مات الريل مات اغلب ابوي الحريم ريالهن يموتون فقارة الريال يموتون ابوها الولف ماشي يوم ينقطع الماء هذا الماء عندهم هذا من ينقطع الماء اقولكم اغلب الحريم كل ما شفنا حرمة ريلها ميت ما شفنا ريال حرم تميت جليل سبحانك يا رب شوف عيال هاي اللي ما تستعملها تحت اللي يستعملها فوق سبحانك يا رب هاي ثلاجتها فقيرة إيه
أقولكم ما أدري شو هالبصل الحريم يتمن والريايلي يموتون. أنا ما كل الحرمة ياسف العدة الحرمة ياسف العدة كل الحريم ال 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 يتمون والريايل فقارا يقصون تكيت ويصيرون. والله هاي بصل بعد غير نموني يعني ها سر نبي نعرف نحن. السلام عليكم. عليكم السلام. Thank you very much. Thank you very much. مع السلامة يا مريم. كانت مريم حينة تعرفين شو أخرنا عندها؟ أخرنا عندها فقيرة الضيع الضيع ها أقول كان رقدت أبضينا تبى تعرف سالفتها مريم هات مريم الله يسلمك سالفتها أعطينا هاللي الله كاتب لنا اسمها مريم؟ مريم اسمها انزين؟ انزين ونحن ظاهرين أشوفها من جلب ويها تدري شو مستوي؟ شو؟ دست البيزات وما تعرف وين دستها يا سدور راسه داير فقيرة. أنا بقول لك ليش داير. ليش؟ من هذا التيس هليل اللي رافضنا تسحب فيه عمود الكهرباء. هي دوخة مسكينة. عندها تويس. ايه. هي فقيرة. سوت اللي رفج وسارت تربطها في صنطوانة. هذا من أكبر الأنهار. بارد برا اسمه بارد برا. بارد برا اسمه. لكن في. في وقت مطر موسم مطر هذا كامل يجي مطروس من الماء هذا كله بيوصل لين جميم الشير هذا لين فوق الجسر ايوه يومي موسم الامطار من اكبر لان شو اسمه؟ بارد بورا بارد بورا ايوه جبتني الصعده هاي حق وين قولوا؟ هاي تودي الكنيسه ها كم دريه بدريه هاي مزرعه مالت مطاط هذي شو مزرعه مطاط الحين بصور لكم اياها من فوق كيف طريقته مستلم من كوتشين ساري مونار في الطريق شو اسمها البقعة هاي كودا منقلم كودا منقلم هاي مزرعة كلها اللي تشوفونها كلها مطاط شو سبحان الله شو سبحان الله وهذا المطاط اللي تشوفونه الشيارات طولها طول عرها عرض يروحون هالنمونة وتازم بوي تقطر هالقطرة قطرة قطرة هاي تشوفونه هذا هو المطاط يودونه بوي المصنع ويحطون وياه مواد وما ادري ايش قايل وخلاف ابو يوصل عندكم على شكل تواير تيوبات ما ادري كل شيء هل تحيدون هالمطاط هذا ابوي هو التيوب التيوب ابوي مظهر مني والتواير مظهرات ابوي من هالشير هذه هي شيارة المطاط اللي يسوون منها ابوي التيوبات والدنيا هاي المستخلصات يستخلصون من هذا يحطون ابوي يخلطون بمواد ويصدرون المصانع الكبيرة اللي تسوي التواير والمطاط ومشتقاته إبراهيم هاي سيارة أبوي سامانة وهاي لكن حد بني بني أقولكم هذا ها هذا المصنع حين هذا المصنع مال يسوون شيت شيت ويصدرون للخارج يسوون عاد هذا المواد الخام اللي يخلطوا بها اللي هو يسمونه التواير المطاط شوف سبحان الله وين تصير تبدأ السماء الشيرة ها شوفوها هاي طريقة هذا حين الربل شوفوا هاي طريقة تصنيعه يدوي هاي الطريقة اليدوية هاي الطريقة اليدوية سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله كل طبجي بطبجته سبحان الله تحرى قروص جبل تفضل العملية هاي ثلاث مرات ها لأجل يخلوني غدي رفيع من يرفع ها هباهن هناك طرفات مهبن من يهبهن يودونهن فرن يودونهن فرن هذا الفرن سبحان الله كيف ما يلمسه سبحان الله كات تمارا نام جوز فورد ها جوز فورد جونز جوز فورد اوكي شو ها هذا الحين تدخلوا الفرن هذا ها سبحان الله اي والله ربط
After that, this is what for use. Then the navy say another thing. I think two years. But this one, شوف لأي درجة الربل هذا متعب. يمعون قطرة 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 من الأشجار ويسوونه ويعصدونه يسوون هالنمونة ويدخلون الفرن هذا ويظهر قطيعات وتشتي الشركات الكبيرة وتشتري من عندهم بالجملة. كل إنسان عنده مزرعة مطاط يشترون عندهم الجملة ويصيرون ويصدرون للخارج ويسوون منه تواير. شو رأيكم؟ شفتوا أبصر عن الهنود؟ هنود أبوي الهندي أبوي عن 400 ريال، عن 400 ريال مما سواه، كادح شغال رقم واحد، أيا كان مذهبه أيا كانت ديانته رجل وين ما يصير ما يقول هذا عيب أنا ما بشتغل أسوي الشغلة هذه ولا شيات. يشتغلون في كل شيء وما شاء الله الله موفقينهم وفي بلادهم مستريحين ومريحين. ترى النظيف النظيف نظيف سواء كانوا في مزارع في أي مكان. سبحان الله النظافة ما يبغي لها بيت كبير ولا مكان صغير ولا مكان تينكو ولا بليوت. شوفوا كيف البيئة. لكن شوفوا دخلت حمامهم أقولكم الله يعزم أكل سامعين. شوف الله يعزم شوف منظفة. لا تقول بتلقط في طياطير، لا تقول بتلقط في بريح صيّة، لا بتلقط في ريحة ياخون، لا بتلقط. النظافة الإنسان النظيف ما يخصه فيه هو وين ساكن ولا وين عايش ولا وين شو شيء بيئته. النظيف نظيف. فلذلك شوفوا هم وين ياسين في مزرعة وحالتهم بدائية وطريقتهم غير نمونة. سبحان الله النظافة نظافة. حمامهم غادي ما تلقط فيه حتى لا ريحة ياخون لا ريحة خياس غير عن الناس وايدة. سبحان الله. Your name? Simi. Simi. My name is خالد. That man, who's he? Your husband? Yeah. Husband? Yeah. This your husband? The baby? Or not? Sleeping. Baby? Baby? No, baby again. Huh? Baby again, no. Now, aunty, how many baby? One. Boy, girl? Girl. MashaAllah. Name? Rose. Rose. Aywa. Rosemaria. MashaAllah. عليك بعد ما بهيب. يلا. Thank you. يلا سلام عليكم. أقول لك ماري your name سيمي أقول لك سيمي في هذا رجلك هذا في بهانس take money from him I give him money take half you half him زين أسب ما يتلوث عليه يقول ما حد أعطاني شيء وين هالبيت صغيروني في ليلة في ليلة يعني ما أدري شو يقال عنها في العبارة عايش قبل في الخضرة الحمراء في على قد مستواهم وعايشين بخير وسهالة مزرعتهم بويكا لها مزرعة مطاط وهاي الطريقة البدائية هذه طريقة استخراج المطاط البدائية عندهم مش الطريقة الحديثة شيء مصانع كبيرة في الهند أكبر عن بلاد الواحد المصنع من حجمه لكن أنا حبيت أزور المصنع البدائي الناس كيف عايشة هذا اللي حبيت أشرح لكم عنه ما حبيت أدخل مصنع طوله طوله عرض عرض ولا لا لا إن شاء الله حال الدنيا كلها فيها مصانع لكن لفت انتباهي المصنع اليدوي والريال متعاون ويا حرمته هذا اللي لفت انتباهي ويوزلي محمد كم شجرة عندهم داخل؟ الحين في 60 شجرة في موجود داخل بيت مال هو تقريبا 4 شيد هو حصل واحد يوم هي. هو سوي مصنع في داخل بيت 4 شيد حصل بعدين هو يبيع إلى تجارة بعدين واحد شيد تقريبا 140 روبية حصل كامل 560 واحد يوم هو حصل من هذا الربر من الربر هذا أيوة. يبيع ب 560 60 روبية هندي يعني 30 درهم 30 درهم أيوة. ساد بيت وساد أيوة. حرمة وعيال أيوة. ويعطي الرحم والصاحب والصديج ونحنينا وأكرمنا وحشمنا وحشمنا وعنده عمال وما شاء الله أموره مستدة أيوة. وفي بيته وفي مكانه هذا الإنسان اللي يستاهل الاحترام ويستاهل إن عطيته تراك أنت تزيد من إنتاجيته أنا هذا اللي أحبه وهذا اللي بغيت ألفت انتباه تعطي الإنسان اللي يشتغل أما الجسور القديمة كان شوف طول الدرب كلها نهار كلها نهار بحيرات بريتش ميك ذس بريطانيا مسوت لنا لهم إياه الجسر أبيع من كل ما أشوف شيء فنان وغاوي بوقف وبصور لكم إياه ما بلاد يا أبوكم ما شيء شارات بلاد
بلاد ما ينقص أولها من آخرها ما شاء الله. شوف الله عليكم، شوفوا اللي أنا أشوفه، شوفوا 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 شوف الشلالات، شوف الدنيا. إيه حافظ عليها من دار، حافظ عليها من دار. زاد فقير الهندي يوم يظهر من داره، هي هذا سويم عندنا. شو السبب؟ مفارج أبوي هلمة وهالخضرة وهالوجوه الحسنة وهاليبال وهالطبيعة الخلابة. وين تلقطون بتودونها صباخ ونكاكيد ورمول ويبال ويا عثرته عثرته عثرتين، فراق هله وفراق هالمكان الفنان، فراق هالمناظر. نعم الله من يلومه فقير، الله المستعان. اي والله والله يا ابو منظر ياخذ العقل في منتهى الروعه. الله الله فيهم بيوم بيومكم رفوقهم واجبهم. تختار لك ابو الناريده ليه تباها بلادهم بلادهم بلادهم. ايوه هاي الساعة حار مرة، حار طازق قصدي. أعطيك إياها قور لك إياها. ها 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 طريقة. يا كله مية تهبوا ناستي من كل البلاد، إنجليز إيطاليان كل هالعالمتي كلها لازم ياكلون الناريله هاي بالطريقه التقليديه. تشرب ماها كسروها وعطوك هذاك شيء هالنمونه وكلت بالطرف هذاكي. فهمت وضعني هذاك هالنمونه وهذاك. يلا مشوا انتوا. ضرب 150 كيلو لين الحين باجي علينا ابوي ما يقارب 30 كيلو. البلاد زينه، المنطقه نحل ممرات شوارع على ما تشوفون يعني خط واحد وفي منحنيات، في منحنيات هذا الحين خطين تشوفونه. لكن هاي بقارة قارة، كان بيعدلون كان بيزينون كان بيبلطون كان بي كان بيزفلتون. بلاد يعني ما تنقصى، ما ينقصى أولها من آخرها، وكلها بنيان وكلها أوادم وكلها أكواخ وكلها. لكن بلاد فنانة. صلاح نعم. وين أنت؟ أجود. شو أخبارك؟ الحمد لله. تعبان؟ الحمد لله خير خير الحمد لله. رحيم هلا ابويا. تعبت؟ لا مو شو ما تعبت ابو محمد. مرة؟ مرتين. أكيد؟ أكيد. الأمور طيبة الله يسلمك. ما شاء الله عليك الله يحفظك. يحفظك إن شاء الله. يخليك يطول بعمرك يا أبو خليل. آمين وياك. مبسوط في السيرة. I'm very happy. Happy قول لي. أبسط. دواركا؟ Yes sir. You happy؟ I'm very happy. Not tired؟ أكون متاتة قولي. أكون متاتة. بعد. هي. ما في مشكلة. صلاح ها ويكون متاتا بطاطا مش بطاطا متاتا سماك هذا بطاطا. هذا اسمك كلا. وقفنا ابو سيارتنا هناك دواركه وصلاح تمخاري، نحن بيشحنونا في هالسياره واحنا وين سايرين؟ شو نام هذا تحت؟ شنو تحت؟ تحت وقت مزرعه. مزارع مال شو؟ ايه مزرعه مال شو؟ ايه وقع شوف يا الله انت بقى مدرسة ولا لا؟ انزين لك هل شو مال مزرعة؟ ايه مال شو؟ كيا؟ يعني شنو يعني في شجرات حقت اشتاف؟ شو؟ شنو بهارات؟ شو عاد بهارات؟ يعني هي حقت فلفل اسود، ايه يعني حقت زنجبيل اسمها حقت هيل كله موجود. زين يراني اجيب انا يعني ها هذا تونا الحواصي عاد حينه. 1560 نفر يشتغلون في هالمزرعه. المزرعه هاي عباره عن هم اني هكتار 540 هكتار. 540 هكتار هاي المزرعه كامله ابوي، كلها بهارات، فلفل اسود والجرفه والمسمار. وين منهن هذا؟ ها هاي شيره الفلفل الاسود اللي تشوفونها، هاي شيره الفلفل الاسود. ها اللي هنا اقدر بعدين احمر يجي احمر اكمل شمس. اي شوف انت هذا هذا كم حجم هذا يجي كبير؟ سمسم هذا من يجي هذا ابوي. هذا حبه الفلفل احمر يجي. هاي كبر حبه الشعير. هذا كم يشرب ماي لازم؟ 2 لتر عقب ما تاكل هذه. ايوه هذا واقدر باكل 2 لتر ماي اشرب لازم. لا اله هذا فلفل ما راح هذا سمسم
Aham Adamal Kakao Mal Shukalata. Hey. Horlicks Boost Bonvita Shukalata Kulu Tartipa. Dakal weather fee moju. Hey. Tartimal Harara Badan Tartimal Bodra. See. Thank you. عرفت ابراهيم شو؟ عرفته شو؟ مال الحلاوة الشوكولاتة حلاوة الشوكولاتة كله مستغلين الطاقة الشمسية في كل مكان عندهم هذا كل من العلم ومن النور التوفيق من الله سبحانه وتعالى مسخر لهم كل شيء يعني فوق اللي الله عاطنهم إياه ما مخلين شيء إلا ومستغلينه مستغلين كله كبيرة وصغيرة ها قهوة أيوة هاي شيرت القهوة شباش شو اسم هالمكان احنا فيه؟ مكان هذا مال سمسم مال كلار مكان كلار شو كلار؟ مال حكومة هذا سمسم حكومة مال حكومة هذا مكان آه. شو اسم هالمكان؟ هذا مكان مال منار كلار منار كلار ايوه هذا مال كلش مال ادوية ايوه كله مال اعشاب دواء مال بهارات كله في موجود هذا في هالمكان ايوه هذا مال في فاكتوري في مال ريسيرش سنتر كله في موجود هذا سمعتوها يوسف الطيب يوسف الطيب هذه ابوي شيرات يوسف الطيب هاي حين هالنمو خلاف من تصير تي بس انبلقت وطاحت اليوسف الطيب اللي داخلها سبحان الله سبحانك يا رب سمعتوها يوسف الطيب يوسف الطيب هاي شيرات ابوي يوسف الطيب هاي ابوي كبر اللومية كبر اللومية هذه ها شيرات يوسف الطيب هذه ها كم عمر تعيش هاي يوسف الطيب؟ لكن هذا شجرة يجي 8 سنة 8 سنين بعدين يعطيك يوسف الطيب بعدين هذا خلاص دكتور ما القهوة القهوة هذه القهوة هذه ابوي شيرة القهوة سبحانك يا رب سبحانك معظم شانك لا اله الا الله شو تطلع عليك شفتوها هذه ابوي شيرة القهوة هذا ابوي عناقيد شير القهوة سبحانك يا رب سبحان الله ما تبي يقول لكم شجرة الهيل على رأس وادي ها أبوي طلع ما بعلى رأس وادي على نكاكيد وعلى يبال فوق لا بعلى رأس وادي ولا الله قال شو هاي شجرة الهيل هذه ها شجرة الهيل هذا أبوي القناد هذا هو القناد سبحانك يا رب لا إله إلا الله يا ربي ما خن ريحة القناد سبحانك يا رب ريحة خنينة سبحان الله هي والله قناد شو مزرعة شو في موجود هني كامل كامل 1500 لا ما في عن حجم شو نمون زراعة موجود عندكم هذا كله مال أعشاب في موجود هذا مال مال شو مال مال البهارات المزرعة هاي فيها يستخرجون الأدوية دواء مال زكام مال عالم مفاصل عالم دهار قدة نقرس نزل وزن بواسير بعد في سكر سكر في موجود سودانوس في موجود كل دواء أعشاب أعشاب مال هذا سنزل بواسير هي وشي الدكتور فوق دكتور في فوق سبا دكتور في فوق هي تيسا دكتور مني فاكتري في موجود هي تيسا دكتور في مني هي مال أعشاب مختبر مال طبيعي زي سمسم كله في 25 سنة قديم قدة في رو انت عارف هذا شو اسم نيم إبراهيم 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 توفيق إبراهيم توفيق شو هاي الشيارة شيارة شو هذا مال قرفة هذا قرفة هذه بوي شيارة الجرفة هذه متى الجرفة مب من الورق من اللحاء مالها سمسم هذا مال ستامب هذا ترتيب هذا ستام ترتيب ثاني لازم يجي هذا ثاني هذا نمنا ستام كم عمر يبتدي لازم هذا مال 18 سنة 20 سنة في موجود هذا الحين كم عمرها هاي هذا مال تكو هذا سيمسيم هذا مال 3 سنة هذا سبحان الله وريحة الجرفة تفوتخ من وين من هالورق سبحان الله أناناس أناناس والله يبوكم جرفة ريج سبحانك يا رب هذا مال تي بلانتيشن هذا شاي أحمر أسود أبيض سليماني شاي كرات شاي حليب كله هذا ترتيب زي زراعة هذا من يجي شوي كبير يجي بعدين قص بعدين يجي طويل هذا تقدي بوشي ايوه تي بوشي هي تصير هالنمون عقب يقصون من قمته وتقدي بوشيه ويشلونه ويحففونه حق الشاي شاي الأحمر شاي أبيض أسود بعد سليماني شاي كرات
بعد حليب كل هذا سيم سيم نفس. سمعت برهيب؟ سمعته يا ابو محمد. زين هذه شيرات القرنفل، شيرات المسمار، يلا برينج. ايوه هذا يجي مال بسمار. شوف انا تحت، شوفي مالو، شوف تحت مال في اقدر اقدر الحين شوف وين. انا ما اشوف هذا، هذا اقدر اقدر وين طالع هذا هنا. ايوه ايوه بعد شوي هذا اقدر شوي شوي هذا شوي مني في ما شوف اقدر. هي والله بعدين هذا يجي الصوت يجي هي بعدين بدي سيم سيم مال شمس. ايوه سيم سيم شوف هذا الريحه في مال مدى. سبحان الله شوف في مال مدى. يا الله قرنفل. اي والله يا ابو قرنفل ري قرنفل الاثنين فايده في موجود. قرنفل زيت مال اسنان تنظيف. هي في هذا قرنفل. سمعوا بالقرنفل هذا ابوي القرنفل. ثانك يو. اوكي شيرت الصندل، شيرت الصندل ابوي. هاي شيرت الصندل اللي لو تسمعوا بها حين راويناكم اياها. هاي شيرت الصندل، هاي صغيرونه شيرت الصندل من الاشجار المعمره. المعمرة تعيش أكثر عن 200-300 سنة. سبحانك يا رب. وكل من أبطت في العمر كل من طاب الصندل مالها. الصندل والعود نفس الشيرة قريبة من بعض الشيرة، كلهن ينخذ أبوي من عروقهن ومن هيكلهن روحه. العود، العود من يتعتق ويستوي فيه البكتيريا وهذا انجلب عود. الصندل لا، من الخشب روحه ماله، فنوع يستوي عود ونوع صندل. شيء شيرتين، شيرة العود غير وشيرة الصندل غير. وكل ابوي في هالارض الطيبه. الفلفل الاسود، الفلفل الاسود هذا ابوي الفلفل الاسود. اول ما يستوي خضر، من يصير وينضج انجلب حمر، وخلاف ابوي نشه وقصوه وهبوه في الشمس. من يهبونه في الشمس ابوي يرد ينجلب اسود، ومزروا بايواني ويا بولكم اياه. اوكي. شو اسمك انت؟ سباش. سباش، شكرا جزيلا سباش. نايس تو ميت يو. اوكي. سباش. ايوه سوينك؟ انا في موجود. اقول لك وين اشتغلت اول؟ اول شغل مال اماراتي 12 سنه. 12 سنه؟ اول مال ابو ظبي مصفى. ايه رولا. ايه بعد حتى وصلت الرولا؟ ايوه رولا. ما اقول عنك شيء. ايه ومال كل مكان. كم سنه يجلس؟ 12 سنه. ما اقول عنك شيء. الحين ظهرتنا الحين ظاهرين ابوي من المزرعه. اقول لك يا غير غول سرب، غول سرب، غول سرب، غول سرب، سرب غول، سرب غول، سرب غول. اقول شو شو يا ابوكم؟ امور امور. الحمد لله يوم ما نزلنا صلاح. هنتين وخمسين دقيقة يعني تقريبا الساعة 3 الحين. ظاهرين الساعة 10 11 12 وحدة هنتين ثلاث خمس ساعات الدرب. 5 اور ذا وي. محمد ترى نحن وقفنا كم مره؟ 5 مرات وكلنا ناريل ودخلنا ما ادري وين. وسنا الله يعزكم على سنعنا وكذا مكان يعني. لقى الطريق على ما تشوفونه خط واحد تحرى سرب غول، سرب غول. ها على ما تشوفونه. ها صلاح. نعمين. بهنتين بعد ما بوحده؟ وحده. اشكر فنك. مبسوط؟ الحمد لله. لقى الطريق ممتع يعني، ما في يعني صدق تضيج وهذا يا غير ما شيء زود خطر لو شيات. كان المكان يرزى ويستاهل ان الواحد يعني لي يعني. زين زين المكان فنان، وكان الشوارع شوي ضيقه لكن حلو المكان. كان يرزى ويستاهل من يعني له. مبسوط ابراهيم؟ اكيد الحمد لله. يبارك هلا المنظر بروحه يرمس عن عمره. سكن ميل هذا بلي واصل اسم المنطقه. هذا حين احنا وصلنا ابوي هالمكان اللي غير نمونه. هذاك وين فندقنا اللي بنسكن فيه الحين؟ هذاك باجي 4 كيلو بنوصله. هناك بنبات ان شاء الله الليله وبكره ان شاء الله ورا بكره ان شاء الله بنمشي اذا الله جعلنا من الحين. الدنيا كلها فنادق وكلها استراحات وكلها كل فندق على حسب مستوى شيء. يبغى نجمه، نجمتين، 5 ما ادري كم يعني، شيء شقق، شيء كل شيء موجود. فكلها تشوفونها كلها مزارع. This is green شاي. ها كلها مزارع شاي اللي تشوفونها، مزارع الشاي اللي في الدنيا العود كلها موجودة هنا. ماشي ان شاء الله شيء بسيط بنوصل ان شاء الله. ابراهيم تعال عاد عدالي. وين انت؟ تعال عدا بصورك اوني. خوف منك ابوكي راسي توخ انا. لا اصورها حليلها. لا
You happy Dwarka? I'm very happy. Ibrahim, مبسوط؟ أكيد مبسوط يا أبو محمد وأنتم مبسوطين؟ النمبر ون. الله يعطيكم الصحة والعافية حبيبي. ما شاء الله عليك. صراحة. إي والله فوق عن الزين. مكان جميل في منتهى الروعة. تحرى عمرك يا عرس اللي تحلم. Yes. توصل تحرى عمرك جاي بيت هذا الفندق لان احنا جايين على سبه لكن هذا طلع شو حين اللي ما يعرف يقول هذا الفندق لا هذا فقط الاستقبال الهوية تحت القص هذاك من تحت كله حب نصور لكم اياه بنرويكم الفندق اللي نحن بنسكن فيه ان شاء الله وهذا اللوبي على ما تشوفونه اكو وقفنا تونا وهذا الاستقبال مالهم وهذاك ابراهيم المنظر اللي تشوفونه هذا الاطلالة الفندق يوم اطلالة يطرون هذه الاطلالة هذه بوي الاطلالة ما تهندقنا فندقنا عن ابوه لو بعده فندق ابوي الله يغفر له ان شاء الله مرة على ابوي اعلى مكان يقول لك اول ما تي ان شاء الله صلاح وين انت يلا ثانك يو جرب ابوي مركض خيل لقطنا لقطولنا ثلاث غرف عند بعض كان انا هذه حظك نصيبك اكبرهن والاطلال الله يحفظكم ها هاي كلها بلكونه يجداكم هذه تو كلها بلكونه اطلالة غير نمونه حكم الفندق يتكون من عده مستويات واحد اثنين ثلاثه اربعه نحن حين هنا نحن في هالمستوى فشيء تحتنا اربع بنايات كلهن زينات كلهن نفس الشيء كلهن فايف ستار لكن نحن عاطينا اكثر شيء يعني اطلاله اللي تطل على الدنيا كلها هاي الدنيا يا ابوك الدنيا هو اليو صلاح شو بلان خير ولا خير وين بخير وهالرواوين كلها لا وطح شو صلاح على كل الأدارك والكلام كلام حين أدان ماشي كلام يوم شيء أدان إيه ما شيء كلام إيه وإبراهيم شو يقول يقول لك اسكت لا انا ما اريد اسكت يوم يقول لك اسكت حرام صح صراحه حرام اي صراحه حرام ولا حمام حرام حرام اي حرام اي المراد ابوي الغداء وتغدينا هاك الغداء اللي عليه رضوان من الله وهذا ابو ليه ولازم كله كامل مره واحده صلاح صلاح الحمد لله اخ عليك عيب زيد كذا صراحة بيروقونا من الفندق زيك كذا بالغلط دواركا كيف بالغلط صراحة عموما انا بالغلط 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 كلام سوري صلاح عطاك ابراهيم اللي ياكل عطاك ابراهيم من دياي شوف كله ربيان ياكل كل شيء في بروتين ها منو مينون لا حرام ابراهيم مبمينون ابراهيم مبمينون عاجل الحمد لله قول الحمد لله قول الحمد لله خلت بالثمك هاويت تونا كنا متغدين ها ما بتنزل شويه يا ابوك هاي الدار اللي يقولون عنها عليها رضوان من الله دار اللي يقولون عليها رضوان من الله هذه ها زينها من دار هذه اعلى قمه في هالمبنى المبنى عباره عن ثلاث بنايات كل مبنى لين توصل لين تحت
مبنى جميل الفندق اللي نحن فيه، مسطحات خضراء كلها بويلة، شيار جرفة وشيار بوي ناريل وجوزة الطيب ومسمار وقناد وقهوة وشاهي بأنواع. بعد شو شيء تم؟ والله إن ما تم شيء، اللهم لك الحمد. يا الله يا رب إنك تدومها نعمة تحفظها من الزوال، والأشجار والورود أشكال وأنواع، مما أشكال وألوان أرناق وأشكال وألوان، من كل رنق ورنق، من كل رنق ورنق، ما شيء رنق في الدنيا ما بموجود. ها؟ إيش رأيك أبو خليل؟ شو هو؟ من هالأرناق وهالورود وهالأشجار. انواع واشكال سبحان الله سبحان الله حلوه وعجيبه شم الالوان. هي والله تحرى ترتيبه ما كنا صدقي سبحان الله. هي والله اشجار غريبه ما شفنا شراتها في الدنيا العوده. هي غابات بلاده ما ادري كم شهر المطر. انت ايش بيها سنك هذا هني الحين؟ لين اخبر يلا 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 دورك. يلا صلاح Thank you, Salah. Thank you. Bye. Thank you. وانت لازم تسلم على الوادم كلهم وانت ظاهر. صلاح منو معاك؟ يا حلوة. أي. أبوي غابة 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 أبوي ها حيضانها ودنياها. احنا نازلين من الدور اللي في الاكل صراحه شيء جميل والله. غاوي المكان ابراهيم روعه. هذا المكان اللي تونا فيه ركبنا الطرف هذاك ابراهيم ولفبنا اللفه هاي كلها ويا ابن هني. زين يوم انت تعرف ليش ما جبنا هني بالعرين؟ انا ما ادل على اساس انك انت الدليل. سبحان الله والله العظيم والله العظيم يا ابراهيم اني ما ادل. ليش عارف كبير؟ كبير وين؟ ما فيك الحين خلي حكي لي برد وضبي. تعوين؟ هي الحين بتحلق أنت؟ لا دكان زي دكان. دكان؟ ما أنا بحلقك. قول له نو. قول له ودني الحلاق. قول له. شو ما تبغاني خص على قلم؟ شو أنت برايك من داخل؟ شوف شوف الشيء في نص المبنى. لا اله الا الله. يلا تعال. هاي حجرة ابراهيم وهاي حجرة صلاح وهناك دواركه وهاي حجرتي انا. كنا ابوي في مكان واحد. القهوه عندي صلاح. ها. تبي تقهوى انت؟ صلاح ابوي متصوع. شغلين احنا في 20 دور. نحن هني ما ادري هاي روحن 10 وتحت 10 ومن غير 10. هني يصير جدان. ها؟ شو؟ بتقول تخبرني ليش؟ شلكم انتو عاد حينه؟ انتو وادروا عنكم كل شيء وشوفوا هالورد هالحين الحين هني فوق الدور العشرين ما عنده رابه كم حينه ما شيلهم في الدنيا الا هو موجود. تحرات الذيبو والله ما تحرات صدقي يعني ما تقول هذا صدقي. سبحانك يا رب. هذا حين عاد وقت الغروب عندهم حينه شوي بيد المغرب باقي شيء بسيط بيد المغرب. والله يا ابوك ما ودكم ان يجي الليل في هالبقعه ما ودكم ان تغطي الشمس شيء يعني يمخر العقل مخار يمخر العقل مخار. سبحانك يا رب كيف الله عاطنهم هالطبيعه كيف الله عاطنهم هالشيء كله. سبحانك يا رب معظم شأنك لا إله إلا الله. ها كل اللي تشوفونه كله مزارع شاي ها كله شاي ها الشيارة وين شيرت الشاي هاي تعيش من 30 لين 50 سنة وهي أبطن طول لين المحزم توصل لين المحزم ويحشونها لين المحزم ويحشونها. سمعتوا الوصف اللي يقول العمر مبعود جت كل من يزيت نبت عود الجد يقولون يعيش 10 سنين 15 12 15 سنه يعود يعيش الجد لكن ان يزيته مساوي الارض مره عدمته مساوي الارض ترى نبت لكن نحطيت رايبتين ويزيت الجد خلاص ما يدور عليه ضربه ضربتين اللي يموت. فلذلك هذا البيدار الاول العدو
العدو المعازيبه يحش الجت من فوق الارض برايبتين فيموت عقب ضربه ضربتين طلع طلعتين يرد يموت. لكن الشاي سبحان الله انا اتحرى اكثر شيء من اللي يعمر هذا يمكن الجت لك طلع سبحانك يا رب الشاي يعمر اكثر من 30 ل 50 سنه من الاشياء هاي اللي ارتفاعها شيء البسيط اطري انا ما اطري اشجار فيه اكيد شيء الشجار يعمر 500 و700 و1000 سنه بعد شيء. لكن الاشجار اللي ارتفاعها ما يقارب لين المحزم فحسبت انا الجت يعني منهن الجت تعظم 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 يوصل متر يعني في البقع اللي فيها رين زين محصل السماد وارض طيبه وجت اصلي بذر عماني بطن وظهر غدي خضر وما يفرخ الا يوم بيوصل محزم. فلذلك كنت يعني جاد له ويا شيرت الشاي فطلعت شيرت الشاي ما شاء الله تعمر اكثر 50 من 30 الى 50 سنه سبحانك يا رب وهيب وتنحش وتنقض تنحش وتنقض اللهم لك الحمد سبحانك يا رب. اسمعوا الاذان اسمعوا الاذانات سبحان الله. في نفس الوقت تسمعون اجراس الكنيسه وتسمعون الاذان وتسمعون معابد الهندوس سبحان الله وهم كلها هي كلها بلاد وحده وكلهم مكان واحد ما بين هذا وهذاك اي عداوه. هاللي تسمعوه شرق وغرب وعندك ودونك ووقعوا هكل قلوا تعالوا من دون هالرمسه هذا كلها يسوونها يسمونهم ناس تبع تغليظ القلوب تبع تغليظ القلوب ويسووا مشاكل بين الشعوب. هل ينشرون الدعايات والوقع والصدع والديان يعني هذا كله خريط هذا تسمعوه كله كذب بكذب وتبثيل بتبثيل ما من شيء من الصحة من الصحة. المكان اسمه راجا ملا والورد فلور نيلا كورني نيلا كورني. هذا الورد يستوي every how many years كل 12 سنة كل 12 سنة تزهر المنطقة هذه مرة واحدة مرة واحدة يبقى where is it which place راجملا وين far away from here ايوه مونار في مونار في نفس المنطقة اللي نحن فيها يستوي يبل كامل بكبرة بلاد يعني مكبرة كله ورد. لكن هذا كل 12 سنة مرة الحين أزهرت البقعة هذه قبل 3 سنين يعني بعدكم لازم تتريون 9 سنين لين تشوفون المنظر هذا يبل كامل كله غادي يشيلونه سبحان رب عطاهم يا رب. هنا مطعم هندي من كثر ما تسوي دعاية وتصور أكل هندي صراحة اشتهينا أكل هندي.